احنا قبه افندينا من العلماء بيصنفوها هي تاني اكبر مقبره بعد تاج محل. طبعا نشوف النظام المعماري ان هو الاحياء الطراز الاسلامي، وده موجود في قصر المانيا الشبيه بيه بشكل كبير. اللي انشات هذه المقبره اللي بتلقى بقبه افندينا هي امينه هانم الهامي الملقبه بام المحسنين. وطبعا نرى الاضرحه المختلفه اللي موجود فيها. ربنا يتغمدنا جميعا بالمغفرة والرحمة. توفى خارج مصر في مدينة لوزان ونقل جثمانه إلى مصر ودفن في قبة أفندينا. طبعا هي ده الضريح الخاص بالأمير، وبجنبه والدته الأميرة أمينة هانم الهامي، وبجنبه أخو الخديوي عباس حلم الثاني. قبة أفندينا هي تقريبا تاني أكبر أو أجمل مقبرة لأشخاص بعد مقبرة تاج محل في الهند، وهي تضم الخديوي محمد توفيق أول من سكن المقبرة، ثم توالت بعد ذلك أفراد من الأسرة. اللي بيميزها طبعا إحنا عندنا هنا أسلوب الزخرفة اللي موجود، وهو إحياء الزخرفة الإسلامية مرة أخرى والحضارة الإسلامية مرة أخرى، ويمكن هي ميكس من الحضارة الإسلامية وجميع أكترها اللي وصلت إليها. ويمكن ده عمل الأمير محمد علي توفيق بداية من 1903 في قصر الكائن في المنيل، واستمرت هذه المقبرة على مثل هذه النهج هذه الزخرفة. اللي أنشأت هذه المقبرة هي أمينة هانم الهامي زوجة الخديوي محمد توفيق، أول من دفن فيها هو زوجها، ثم هي بعد ذلك ثم توالى أبنائها، وبعد ذلك عندنا بعض أفراد الأسرة العلوية.